عندنا مانجا فروزن، عندنا فراولة فروزن، عندنا آيس كريم، وحبة لبن لو احنا محتاجين كده ايه نحرك الدنيا. مش حاطة سكر، المانجا فيها سكر حلو، المزازة بتاعت الفراولة هتعمل كده بالانس، والآيس كريم فيه اوريدي سكر، فأنا مش شايفة ان مش محتاجين سكر خالص، فما نحطش سكر. ماشي، هحط بس كده ايه معلقتين من الآيس كريم الحلو ده. خلاص، وحبة لبن صغننية عشان ما غلطش الغلطة بتاعت كل مرة احط الفاكهة واقعد اقلب في الخلاط ويبقى ايه. فنحط الحاجات الخفيفة الاول، كل مرة انسى واحط الفاكهة الاول. هحط كده مية المانجا اهم حاجة، وابتدي انزل المانجا حبة حبة. دايما بنشرب المانجا والفراولة مع بعض ميكس، لكن ما بنحطوش مع الميلك تشيك. كل الفاكهه تبقى فروزن تدينا نتيجه حلوه قوي. تمام، طيب نبتدي بقى نضرب بالخلاط.